تعيش الكثير من الأسر في محافظة ديالى ضغوطا مالية صعبة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بمعدلات كبيرة خلال شهر رمضان. بالنسبة للسنة الأفطار بالسوق جيت على تنك الدهن، واحد يقول لي ب 18، واحد يقول لي ب 20، يعني قبل يومين ثلاثة قبل رمضان شهر ب 15 أو ب 16، لو تزيد أنت مثلا، لو تستغني أنت، أنا بجيبي 10,000، ليش يجيبك 12,000؟ أرعبوك؟ راتب محدود. ويتحكم التجار ويتلاعبون بأسعار المواد الغذائية وخاصة خلال شهر رمضان، مستغلين في كثير من الأحيان زيادة الطلب على بعض السلع، ما يفاقم معاناة المواطنين الاقتصادية وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود. الما عنده يظل يباوع ويتحصر، والله يجون جماعة منا يباوعون يعني ويشوقون ويمشون، ما عندهم شو يسوون، بس يفرجون ويشتون ويمشون، ما عنده ما يجيب. وبالنسبة للتاجر الكبير هو يتحكم بالسوق بينا، يجيبه بكيفه يصرف، يودينا يسرى ويجيبنا يمنا، خمن إذا وحده بقى بالسوق يسيطر بعد هو بكيفه يقسم. وتكبر معاناة المواطنين في ديالى في ظل الإهمال الحكومي الكبير لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد في المحافظة وعدم مراقبتها بشكل بات يرهق ويؤرق المواطن. إقبال المواطن على الشراء إقباله ضعيف، مو ذاك الإقبال، يعني مو مثل مقارنة بالسنوات الباقية. احتمال أسباب أنه ضعف الدخل للمواطن، ضعف دخل محدود له، فرص عمل قليلة، تعرف بطالة هواية، خريجين هواية. ويبقى مواطنو محافظة ديالى ضحية لأطماع تجار لا يعنيهم سوى زيادة أموالهم، وضحية لفشل اقتصادي حكومي ورواتب محدودة لم تجلب للعراقيين إلا التعب والإعياء.